الهدف الاول نتاعنا هو كيف او كما نقولوا احنا موبيليزي تجميع كل هذه الطاقات الشبانيه تاع لي ستارت اب باش نشوفوا كيف تكون تدخل في الاقتصاد الوطني. هذه اول هذه كانت نقطه انطلاق. بعدها كان في نفس النقطه سي الوزير الاول اخذ اجراءات واجراءات جريئه في اطار القانون الماليه ل 2020 حتى يكون لهذه المؤسسات الناشئه لي ستارت اب كنا نعطوها ان ايكو سيستم محيط بيئي حتى تتنمى فيه. من بين الاجراءات اللي اتخذها الوزير الاول كانت الاحفاء الجبائي في قانون الماليه 2020 وخاصه كذلك انشاء صندوق خاص لتنميه الاخرين الايكو سيستم تاع لي ستارت اب وكاين اجراءات اخرى كذلك بالتنسيق مع كل القطاعات. كل قطاع الان راه يعمل باش ينسق باش ادخال لي ستارت اب في القطاع تاعو. شفنا قطاع العمل اخيرا ان شاء الله تكون مع قطاع وزاره الداخليه والجامعات المحليه راه في مشروع كبير تاع باش ندخلوا لي ستارت اب وحنا ذلك رانا نخدموا على الكوموندون ديفلوبي ان ايكو سيستم تاع لي ستارت اب. كاين ذلك في القانون غادي يخرج ان شاء الله تاع انشاء هيئه وطنيه تاع الرقمنه ويكونوا فيها لي ستارت اب داخلين فيها باش يخدموا. اذا حنا انا كنت في كذلك في 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 اثينا كان فيه تبادل التجارب الدول حول انشاء المؤسسات الناشئه. عطينا احنا ثاني التجربه نتاعنا اللي رانا انطلقنا فيها عطاونا بلدان اخرين التجارب نتاعها وان شاء الله في هذه الكوبيراسيون التعاون بين التجارب والبلدان نشوفوا احنا ثاني كاش تجارب اخرى نجيبوها عندنا باش نشوفوا كيف النمو مستمر. والحقيقه اللي قد نقولها لكم ليكو كونوزامو تو لي جون ont été très favorables à ce système. Ils étaient donc très enthousiastes pour que c'est la première fois où les pouvoirs publics ont donné l'importance aux startups. C'est la première fois. Les pays voisins ont entendu que l'Algérie a donné la priorité aux startups. Ils ont commencé à s'intéresser à cette expérience en Algérie. وباغي يعرفوا كيف التجربه غادي تنشا ان شاء الله في الجزائر تاع لي ستارت اب. اذا انا جو بونس رانا في نقطه انطلاق وان شاء الله تكون نقطه انطلاق حسنه ان شاء الله لي جون نتاعنا لي ستارت اب هما اللي يكونوا المحرك الاساسي لرقمنه الاقتصاد الوطني وادخال التكنولوجيا في الاقتصاد.